ايه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. في حاجه ولا اما كده؟ بص رونا كانوا يجروا ورايا من على الدايري. مين دول؟ معرفش. عيال راكبين عربيه سكانيا فاكريني عيل لسه صغير في السواقه. لسه صغير؟ اه ده انا ابو العيله شفيق. طب بالراحه يابا. بس على نفسك بس. ما تقلقش يابا ما تقلقش. الحمد لله الحمد لله. عامل مش قلقان. الحمد لله ربنا يديك الصحه. حاجه مين؟ بقالك كتير بتسوق يابا ولا دي أول مرة ولا إيه نظامك؟ لا يا عم الحمد لله بقالي 30 سنة بسوق. 30 سنة الحمد لله. قلبت منهم في كلمة فاكرين عبيد تلميذ أنا؟ أنا مش تلميذ يابا. عملت أربعة أمبالية عملوا فرقة في الشكمان وقالوا قلبوا الدنيا. الدايري كله كان شمال في يمين زجزاج. ضربوني بص ضربوني فين؟ يابا أنا رايح ميدان لبنان. ما إحنا رايحين ميدان لبنان يا عم في إيه؟ ضربوني. عملوا لي قفة في عيني بص عملوا لي قفة. الحمد لله. هو الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بس على مين يابا؟ على مين مين؟ الحمد لله رب العالمين. هربت منهم. الحمد لله هربت منهم. مش بالعلاج سواء القطش ما يغلطش ومن غير الغلطه ما تتعوضش يابا. الحمد لله رب العالمين. يا عم مالك في ايه؟ عصالك عصالك رايح تحت نفسي روح تعبان. طب على الهادي. طب بس شمعة حمراء. ايه؟ شمعة حمراء؟ اه اه بتقويني. ما تكبرش بتقويني. ده مش شمعة دي والله. دماغي غاليه انت بقى. اه تعبان تعبان. 20 سنة اشتغلت في الكويت، اشتغلت في العراق، اشتغلت في الدوحة، في الدمام، اشتغلت في الكويت وانا في عادل الضبع. هو عادل الضبع اللي بعت الهادي ورايا. انا عارف عادل الضبع. خدت منه شغلانة من 12 سنة، من 12 سنة خدت منه شغلانة. ما بنساش طاره. يا عم بقول لك ايه بس كده. انا تعبان مش قادر. يابا. يا عم. النوبة جات لي. نوبة ايه؟ انت عندك حاجة؟ القلب، السكر. تشتكي من حاجة؟ قادر يابا. مدير مستشفى. كلم سهير بيتي. سهير طب فين تليفونك؟ سهير بيتي لا تشرح لك. قول الرقم يابا. زيرو. ثاني. زيرو تلات واحد. طب. 8-8. ايوه زيرو تلات واحد. 8-8. 8-8. كلم سهير. لا ده شادي مش سهير ده. كلمه كلم اي حد. طب بيت الرقم. طب بقول لك ايه؟ اخرجك في الاول. اعمل لي النفيسه. اعمل لي النفيسه. النفيسه. تعالى انا اقول لك وديني مستشفى ام العيون. وديني ام العيون. اوه هلا. تعالى مش قادر. خش يا مش قادر. خش مش قادر. تعبان. انت بس صل على النبي يابا. عشان ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي كريم. حبيبي كريم. ايه ده؟ وفي تخبط البيت؟ بتخبط البيت وبتجري يا مفتري. بيت مين يا حرام عليك؟ انا قلت له ليه بتجري؟ ما تعالى ناخدها قدام المستشفى. خبطها بس كان غصب عنه. انت يا عم شاهد معايا. انا شاهد. انا شفته بيخبط البيت على الدقيقه. اطلع على الاسم ما تقعدش في الكلام. اطلع معاه الاسم. لا 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 الجو ده فاهم مش هاكل معايا. اسمه وشغله وبيته والحوارات دي مش معايا انا. لا لا معاك انت. ليه يا ابني؟ ايدك بس كده. ليه يا ابني؟ ده انت بعتك انت مفتري. انا مالي. طب اديها المستشفى يا عم. بس ايه؟ انا اقول له ان انا مش السواق. قتلتها ليه؟ قتلتها ليه؟ بنزل لي بقى. لا خدها بقى. لا لا امن عليه. امن عليه. حرام عليه. بس كده على امن عليه يا عم. اهو حرام عليك يا عم. انا مش فاكرها. انا ماليش دعوه. اهو راجل كبير. اهو امسكه يا عم. انا ماليش دعوه. يا عم اصبر يا عم. هتعمل ايه يا عم؟ التليفون. بقول لك ايه؟ انت ما تقدرش من هنا. انت عايز تليفون. قتلت البيت؟ قتلت البيت ليه؟ قتلت البيت ليه يا حرامي؟ حرام حرام عليك. حرام عليك. ابقى قابلني على الدايري. اسمع بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. لا بهزر معاك اهو. انزل بس كده. معانا برنامج والله. والله برنامج. اه والله دي كاميرات. بص انت معانا في برنامج ايه؟ اعزائي المشاهدين كان معانا الاستاذ كريم. قتلتها ليه؟ ما اعرفش. قتلتها. كنت معانا في كريس تاكس 3. تنزيع ولا ما تنزيعش؟ تنزيع طبعا. تنزيع؟ خلاص تبسط. تنزيع عمر؟ تنزيع الحلقه دي؟ عمر؟ اوعى تكون زعلان مني. لا لا لا. تنزيع ولا ما تنزيعش؟ لا نزيع. اسمك ايه؟ يوسف؟ يوسف. يوسف كان معانا النهارده في كده ساكسه يا جماعه وفرهدنا وفرهدناه. كان معاكم ضيافتي ابو العيله شفيق ملك الطريق. ضيافتي ابو العيله اللي بيرمي البلا. عذرا عزيزي احنا ملوك الكريز. احنا ايه؟ ملوك الكريز.
السنوسي.